وحاجات كمان بتحصل بقى على أرض مصر. ودي كانت اليومين اللي فاتوا مسار اهتمام السوشيال ميديا ومسار اهتمام مواقع الإعلام كلها، وهي هجوم على أسماء شريف منير، لأنها ذكرت إنه الشيخ الشعراوي هي رأيها كانت قالت رأي إن هي لما سمعت له شوية حاجات لقت إن هو متطرف. الموضوع بدأ ازاي يا جماعة؟ هو شوفوا بقى، يعني اقول الموضوع ان احنا عندنا امل كبير جدا في تجديد الخطاب الديني، هيثبت لكم الواقعة دي والازمة دي، واطلق عليها ازمة اسماء والشعراء والشيخ الشعراء. اسماء مذيعة بتقدم برنامج غالبا مع والدها شريف منير. المهم ان هي كتبت على صفحتها على الفيسبوك: صباح الخير، عايزة اخد رأيكم في حاجة. بقالي كتير ما عنديش ثقة في اغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين قوي، يا خالطين الدين بالسياسة. نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة. لسه في حد كده بتسأل؟ فراح حد جاوبه وقال لها: اسمعي الشعراوي. ده يعني بقية الصور لو معانا، معلش. فكان الحوار، فقال لها كده: طلعي دروس الشيخ الشعراوي من اليوتيوب، مفيش أحسن منه، ده شخص اسمه سلام. فراحت أسمى ردت: طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، وما كنتش فاهمة كل حاجة. لما كبرت شفت كام فيديو ما صدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا عقلي ما عرفتش أستوعبه، حقيقي استغربت. وعنها بقى هي كتبت الكلمتين دول، والبنية بتقول: أنا كنت بسمعه كتير زمان مش فاهمة حاجة، كبرت برضه حاولت لقيت إنه لأ، ده في حاجات تطرف وإن أنا عقلي مش عارف يستوعبه. إيه ده، تطرف الشعراوي؟ بالعكس، ده كان بيحضره عامة الشعب اللي مش متعلمين. هدور لك على الفيديوهات اللي خلتني أشوفه. الشعراوي عمره ما كان متطرف، ده أجمل إنسان، فسر قرآن كريم ببساطة لكل المستويات. ده أنت عديتي الجهل بمراحل. بصي بقى، خليكي مش عارف في الشوبينج ومش عارف في لندن وبرنامج بتاعك اللي مش بيقدم حاجة هادفة للجمهور، وبلاش تخلطي بلاش تغلطي في راجل لو عشتي عمرك كله مش هتعرفي تبقي زي شعرة، حتى مش عارف زي ضفره حتى ايه. وعنها بقى وانتشر الخبر في كل حتة من يوم الجمعة اللي فاتت، وهات يا هجوم على اسماء والحقوا، وبنطات عريض يعني منشطات بقى، واسماء تتهم الشعراوي بالمتطرف ومش عارف مين يهجو ومين ومين ومين. وكانت قصة كبيرة جدا الايام اللي فاتت من يوم الجمعة لغاية تقريبا النهاردة. فبدأ بقى انهالت عليها زي ما بقول لكم هجوم من كل مكان من كل مكان، لدرجة انه بدأ بقى الموضوع كمان ياخد منحنيات ما بين المدافع وما بين المتهم لها، وما بين يعني المدافع عنها والمتهم لها، وكمان المدافع عن الشيخ الشعراوي والمتهم للشيخ الشعراوي. فقاعدين بقى اليومين اللي فاتوا دول كلهم على موقع التواصل الاجتماعي في الموضوع ده وشغالين، وبرضو الصحف داخلة في المواضيع طبعا، يعني ومثقفين ودعاة وشيوخ وكله بقى ايه يعني دخل في الموضوع. فزي ما بقول لكم، لدرجة حتى واحد قال لها: انت اللي بتتكلمي عن فضيلة الشيخ محمد بجد ده، طب خلي حد صاحب علم يتكلم، تفكيرك انت اللي بدأ يتطرف. الدين بينهي عن الهوى ومخالفة النفس للنفس، أمارة بالسوء يا أسماء، ادعوا الله ادعوا الله لك ولي ولك الهداية والثبات على الطريق المستقيم. دخل على الخط طبعا والدها ومدحت العدل، وبدأ بقى ايه مدحت العدل كان قال لهم: يا جماعة استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعوها تصنعونها، يعني اللي هو المفروض يعني. المهم الكاتب والمؤلف مدحت العدل كان علق على الأزمة الأخيرة اللي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصف خبيرة التجميل أسماء شريف منير للشيخ متولي المشعراوي بالمتطرف، وقال عبر حسابه على العدل على تدوينات القصيرة تويتر مساء السبت: بخصوص موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص مهما على شأنه هو ليس نبيا أو معصوما؟ تعلموا الاختلاف يا بشر، يعني تعلموا الاختلاف. الفاروق عمر بن الخطاب قال إمام المسلمين وهو من هو: أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها. ده كان رأي مدحت العدل. جه رأي تاني لأحمد السعدني دافع برضو عن سما، ومدحت السعدني برضو كان كتب، أحمد السعدني عفوا كان كتب برضو على أعتقد على تويتر معانا التغريدة، وبرضه كان بيدافع والحقيقة، وإنه زي ما بقول لكم كده دخلت الحكاية بقى كلها في مين هم بقى بيدافعوا ومين اللي هم ضد أسماء.
احمد السعداني وهو ابن الفنان المعروف صلاح السعداني، واحده قالت ما بحبش الشعراوي، ما بيعجبنيش كلامه. هو اللي قالته ده حرام يا جماعه؟ هو حب الشعراوي من اصول وصيابه الاسلام؟ في ايه يا جماعه؟ كفايه ارهاب فكري، هنلاقيها منكم ولا منهم. وهاشتاج اسماء شريف منير تصدر طبعا تويتر الفتره اللي فاتت هو والشعراوي. وجي بعد كده تعليق الدكتور المثقف المستنير دكتور خالد منتصر، وقال لك يعني يا جماعه هو في ايه؟ فعلا مش متطرف خالص، منتهى الوسطيه. وجاب بقى بدأ يجيب فيديوهات عن بعض التصريحات اللي صرح بيها قبل كده الشعراوي، عن قتل تارك الصلاه، عن لما سجد ساعه الهزيمه بتاعت 67، عن المسيحيين الكفره، عن امور كتيره جدا حطها خالد منتصر على صفحته. على برضه قال لك الراجل اللي بيغسلوا الكلى دول، يغسلوا الكلى ليه؟ ما تسيبوهم يموتوا، ده هيقابلوا ربهم بسرعه. انتوا ليه عايزينهم يموتوا كده بسرعه؟ ما تسيبوهم في ايه؟ عايزينهم يعيشوا ليه تاني؟ ما يتساب مريض الكلى ما يغسلش كلى. وجمع، وكان في فيديو مجمع نشره دكتور خالد منتصر على صفحته عن بعض التصريحات اللي كان قالها الشعراوي. انت ما تصليش ليه؟ ان كنت منكرا للحكم تقتل حتما. لو ضبط الحكم على الله يبقى كافر ولا تبقاش ويانا؟ لا، انما تبقى مؤمن الحكم على الله. لا، وإن كان كسلا يستتاب 3 أيام ثم يقتل. ما دام دخل في ضمني أنا بقول له رد بالك، إنك أنت لو أسلمت وهترجع على الإسلام هنقتلك. والمرأة في تبرجها إلحاح منها في عرض نفسها على الرجل، لكنها بتقول له بص انت فاهم. ولذلك يجب ان نستعيذ بالله من ان نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود او النصارى. يقول لك ده ما كناش هنودب له كده يموت، ما يموت، امنعوا الموت. اذا ايش ايه رايك ما يموت؟ انتوا ليه بتبعدوا ليه لقاءه بربه؟ ما دامت الغايه ان نلقى الله، ايه الكلام؟ ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ طب تعالى اللي انتوا بتقعدوه في غرف الانعاش ويعمل له غسيل ايه؟ غسيل كلى والفشل الكلوي دي بتعمل له وتغسله في الاسبوع كم مره؟ مرتين على الاقل. طب بكام؟ قد ايه؟ لمبلغ وقدره. حسبناها احنا ب 150 جنيه في 4 اسابيع 600. 600 جنيه. وهل بيجاول حياه؟ لا. هل اللي بيجيبوا له الفلوس دول حياتهم مش ضايعه علشانه؟ طب ماذا تصنعون فيه وتعذبونه هذا العذاب؟ ليه؟ انا اتركه يموت. لما تتركه ايه شغله فيها يعني دي؟ ما تمنع الموت بقى. كيف تسجد لله وهذا علامه الشكر من نكسه اصابتنا هذه؟ قلت يا بني لن يتسع ظنك الى ما بيني وبين ربي، لانني فرحت أننا لم ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية، لأننا لو نصرنا ونحن في أحضان الشيوعية لأصبنا بفتنة في ديننا، فربنا نزعنا. ولذلك لما سئلنا في سان فرانسيسكو بقى الذين ابتكروا الأشياء واخترعوا الأشياء وعملوا الحضارة دي تودوهم النار وتقولوا ما لهمش إيه؟ نقول له إيه؟ أعمالهم في الخير كسراب. لابد انه عالم ان في حاجات ما تجيش الا بالضرب، بس الضرب ما يكون كسر ويكون بقى بطح ويكون. وما هي حدوده؟ حدوده انه امر محتمل، يعني ما يمشي انتهى تشويه، يكفي ان يكون شجبا لفعلها وعدم رضا به. اذا الذين يدعون العاطفه الانسانيه ده هيموت ما تركبتلوش كليه. نقول له يا اخي وهل تمنع الموت بيدوها وكليته معه؟ عايز ما تمنعش، سيب المسائل كده وتأدب مع الله. ده كان من الحاجات اللي نشرها الدكتور خالد منتصر عن فتاوى الشيخ الشعراوي. علق ايضا على حكم تهنئه النصارى للشعراوي، وكان بيقول عنه برضه هو كان طبعا بيحرم التهنئه زي كتير جدا من السلفيين، فقال لك اهو يا جماعه منتهى الوسطيه والتسامح، بيقول لك تعايش مع النصراني لكن اياك وحب القلب له، تعايش معه ولا ترضى عنه. عرفتوا بذره الفتنه كانت فين؟ كانت في مثل تلك الافكار. خليكم مخدرين، اقعدوا دافعوا على الفاشيه الدينيه وتغييب الوعي وتزييف
الضمير وتخريب الوطن وطنكم اللي لا يمكن هيتحضر ولا يتقدم إلا بشروط المدنية والحداثة وعلى رأسها المواطنة. مش يعني كان معانا برضو الفيديو بس نكتفي باللي فات يعني، لانه انتوا عارفين طبعا هيكون بيقول ايه. طب خلينا زمايلي مدام جابوا الفيديو نشوف حته منه. بالله من ان نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود او النصارى، لان معنى انني اتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى انني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لانه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم. فنعوذ بالله ان نكون منهم محل الرضا، ويجب ان تفرقوا بين الرضا وبين التعايش، فيه فرق بين الرضا. كاب كمان خالد منتصر على صفحته برضو موضوع ان فتاوى الشيخ الشعراوي كفيلة بتدمير المجال السياحي في اي بلد. وقال ايه بقى؟ قال لك حتى في الدنيا كلها حتى اسبانيا، هو اول من وضع تلك الفزاعات وجعل الكثيرين من العاملين في مجال السياحه يتركون المجال ويهجرون المهنه بدعوى ان السياحه حرام وفيها الخمر والعري الخ الخ. تحطمت بمثل تلك الفتاوى ابجديات والف باء السياحه، وجعلت من مهام العامل في السياحه ليس خدمه السائح بل ادخاله الجنه، اللي هي الاعمال اللي كانت فيها اعتداء على السياح. وبالطبع وعدهم الشعراوي بانه اذا انهارت السياحه في مصر سيفجر الله لنا عوضا عنها بئر بترول. السائح لا يزور بلد لمجرد ان لديها اثار او شواطئ، ولكن لانها وقبل كل شيء ترحب به ولا توعظه، لا تمسك له فلكة او تجلده او تقيم عليه الحد او تمنعه من شرب الخمر. الدولة اللي بتريد ان تنهض سياحيا لا تحشر انفها في معتقدات السائح. انت كمواطن تحتاج ايمانك، اهلا وسهلا ومرحبا ونحترم حريتك، لكن انت لا تحتاج ايمانه. مالك انت ومال ايمان السائح؟ هو جاي بلدك وقاطع الاف الاميال عشان حضرتك تعلمه الادب ونواقض الوضوء، هو جاي يتفسح ويتبسط ويستمتع. واذا ما قدمتلوش الخدمه دي وقررت تنكد عليه وتطلع كبتك وعقدك النفسيه على جتته، هيسيبك حتى لو عندك في كل شارع هرم وموميا. وارفق ده برضو بالفيديو اللي بيتكلم فيه عن الامور اللي ليها علاقه بالسياحه. الخواطر التي تجول في النفس البشرية ساعة سماع الحكم، حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أنه يحرم دخول المشركين البيت الحرام، والمشركين لما يروحوا البيت الحرام ويجوا من كل حتة بقى ويجوا موسم وبيعملوا موسم اقتصادي، يقعدوا يبيعوا فيه الايه الحاجات ويعيشوا على قفاها طول الايه طول السنه. فلما يجي بده حرم من المشركين بتوع الجزيره ده الحد يهوب ناحيه الحرم، اهل الحرم ساعه ما يسمعوا الحكايه دي ايه اللي يجي ببالهم؟ ان دول كانوا بيجوا يشيلوا البضائع وبيجيبوا لنا وبيملحن الله، ام قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله الذي خلق الخلق وحيسمعوا الكلام يعلم الخاطر اللي يجي ساعة ما يسمعوا دي، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ايه حيقولوا ايه حيتخذوا قولوا اللهم اللي نعيش ازاي نعمل بضيعنا ايه ونعمل. قال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يبقى قفشهم ولا ما قفشهمش؟ قفش خواطرهم، عرف ان الحكم ده ساعة ما ينزل ايه اللي هيشغل ذهنهم، فلانه خالقهم. وطبعا أكيد والد سما هيدافع عنها. فشريف منير حاول فنان شريف منير حاول التخفيف من هجوم السوشيال ميديا على أسماء، قال لك هي لا تتقن اللغة العربية، وحاول تهدئة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأزمة اللي أثارتها ابنته وبعدما أصبحت قضيتها الأكثر رواجا في محرك البحث جوجل مصر خلال الساعات الأخيرة. وأوضح شريف منير أن نجلته خانتها الكلمات خلال حديثها عن الشيخ الشعراوي، وذلك لعدم إتقانها اللغة العربية جيدا. وأضاف قائلا محمد ناصر طلع في قناة مكملين وقال إني ما كنتش معترف إني أسماء بنتي، ولسه معترف بيها قريب بعد مشكلات بيني وبين والدتها الله يرحمها.
انتم متخيلين الافتراء والخوض في الاعراض وصل لفين؟ محمد ناصر وكل اللي علقوا بالاذى ده، انا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجه قريب جدا، ده احساسي اللي انا مصدقه، اسف للاطاله. فبالتالي كان كل ده كتب يعني وقال تفتكر لو فضلت الامام محمد على الشعراوي على قيد الحياه وقرا دفاع الناس عنه وعن الدين الاسلامي بالتعليقات دي كان هيبقى رايه ايه؟ انا اسف على الالفاظ النبيه اللي اكيد بيعاقب عليها القانون، متهيألي مش محتاج اعمل محضر في مباحث الانترنت عن الاشخاص المحترمين اللي علقوا، اكيد عندهم علم. ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذيه ليا ولبنتي ولكل لكل عيلتي. يا ريت كل اب وكل بنت يحطوا نفسهم مكاني انا وبنتي. ويكمل وقال على موضوع محمد ناصر. فبالتالي زي ما حضراتكم كده شفتوا الدنيا واللي حصل، يعني احنا حبينا برضو نجيب الاشياء الاولى اللي كانت بتحاول تدافع عن اسماء، ولكن خلينا برضو نقول مين اللي كان طبعا خرج وكان ضد اسماء وشتم. في طبعا شتائم زي ما شريف منير كان بيقول وحضراتكم عارفين، يعني احنا دلوقتي للاسف السوشيال ميديا اصبح انك لو انت مختلف مع حد في اي شيء اسهل حاجه عندك تشتم بافظع الالفاظ، افظع الالفاظ يعني للاسف الشديد يعني. فلكن من اللي علقوا برضو كانوا طبعا متضايقين جدا هو الحبيب علي جيفري، وعلق على الازمه وقال على التطاول على الشعراوي حماقه وسوء ادب. علق الداعية الإسلامية الحبيب علي الجفري على الأزمة من خلال منشور عبر حسابه على الفيسبوك، وقال إن تكرار انتقاد الإمام محمد متولي شعراوي والإمام البخاري وتجاوز الأمر إلى التطاول والتجريح يعتبر حماقة من الأشخاص المتطاولين وسوء أدب منهم. عندما يتزامن الطعن في الإمام الشعراوي والإمام البخاري مع غمز قناة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقال البيت الأطهار وثم التشكيك في جمع السنة، يعني كلها كلام يعني، المهم قال لك التشكيك في جمع القرآن والأمور دي كلها، فقال لك التخصص الشرعي في الفتوى ووصمة وبتسلط رجال الدين فالأمر حينئذ، يعني كل اللي ذكره ده يعني قال لك ده يدخل حيز معاداة الإسلام ومحاربته ضمن نسق مدروس ومتدرج. واختتم الجفري حديثه انها حرب خاسره والضالع فيها بضاعته كاسده ووقفته بين يدي الله تعالى صعبه، وان نالت حظا من الرواج في السنوات الاخيره، وذلك ومن ذلك رده الفعل التلقائيه الجميله. هو بيعتبر برضو ان كده يعني اي حد شتم اي حد ده يعتبر رده فعل جميله عقب كل موجه تطاول على الامام الشعراوي، انك ترى صوره تعلق في العديد من المحلات والاسواق وعلى وسائل المواصلات العامه ميكروباصات وتكاتك وسيارات اجره وفي صفحات التواصل الشبكي، وتزداد كلما زادت وقاحه التطاول او زاد انتشاره. بيعبر يعني ان الناس بتدافع بتعليق الصور والكلام ده كله. وشفنا البرلمان، هو البرلمان برضو معقول هيسكت؟ فأدان النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب التصريحات الصادرة على الإعلامية أسماء شريف منير واللي وصفت فيها الشعراوي بأنه متطرف، فوصف النائب إسماعيل نصر هذه التصريحات وقال إنها غير مسؤولة وجهلة، محذرا من انتشار الإساءات الموجهة للرموز الدينية. وقال النائب إسماعيل نصر الدين في تصريحات لصدى البلد إنه هيتوجه ببيان عاجل للبرلمان بخصوص الإساءة للشخصيات الدينية والرموز المصرية، وطالب ضرورة تطبيق القانون اللي بيجرم الإساءة للشخصيات العامة حتى لو لم يتم إصدار نص جديد وخاصة وخاص بمعاقبة المسيئين للشخصيات التاريخية. وأشار إسماعيل نصر الله عضو مجلس النواب إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي شهد له العالم كله وله أياد بيضاء في نشر الدين الإسلامي الوسطي، وأي محاولة للنيل منه فهي محاولات جاهلة وفاشلة. والنائبة أمنة نصير أيضا قالت إن أسماء منير شريف منير عايزة تعمل بروباجندا لنفسها من خلال التطاول على الشيخ الشعراوي، وعبرت أمنة نصير عن استيائها من تلك التصريحات الصادرة عنها. وفي النهاية وبعد كل ده أسماء طبعا اعتذرت، وهي على فكرة ما طولتش كتير، ده هي اعتذرت بسرعة بس كانت الدنيا لسه ماشية وبرضو الناس مش عايزة تقبل اعتذارها ومستمرين في إهانتها. اعتذرت أسماء شريف منير عن ما بدر منها من حديث مسيء عن الشيخ الشعراوي، وقالت برضو على نفس الحساب على الفيسبوك حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي أنا عايزة أقوله وحساه، أتفهم في كلامي عن اللي انتقد فضيلة الشيخ متولي وأنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي، وأنا ما قصدتش بأي حال من الأحوال إني أغلط ويوصل كلامي بشكل غلط كده. أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما أحب أغلط في حد، وأنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطيع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة،
وده يمكن عشان لسه بتعلم، وده عن عدم إدراك. أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت أني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا، وده جديد عليا. كل ما في الموضوع أني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط، وعشان أفهمه كنت محتاجة حاجة تتناسب مع استيعابي. والشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي، لأني في حاجات فعلا ما فهمتهاش وأنا مبتدئة وبحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا. وعموما أنا بعتذر فعلا عن زلة لساني وكلمتي، وحقيقي أني أكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير، رحمه الله وجزاه كل خير، وربنا عالم نيتي إيه. وده كان الاعتذار. نيجي بقى لهل قبل هذا الاعتذار. طبعا هي كانت الحقيقة علقت برضو بعد حديثها ده، ويعني قالت ان الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني، لانها لقت انه ناس كتير برضو مفيش فايدة يعني بصراحة. فهي بتقول انا مريت الحياة بأزمة صحية ونفسية، وانا اردت ان انا اتقرب لربنا، فرشحوا ليا الشيخ الشعراوي. وقالت الكلام اللي قالته، دخلت في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية، وقالت ان هي كانت بسلامة نية زي ما كتبت كده الاعتذار بتاعها، وقالت انها تعرضت للسبب الاب والام، ووالدها الفنان شريف تعرض للسباب دون اي اسباب، ولم يكن له في الامر اي شيء، وحاولوا البحث عن صور ليها ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واكدت اسماء انها ما كانتش تقصد كل اللي حصل ده، ولا بتبحث عن شهرة ولا اي حاجة خالص من الكلام اللي اتقال عليها. وبكت على الهوى وقالت ان الشيخ الشعراوي لو كان على قيد الحياة كان سامحني على التعبير الخاطئ ده، وانا اصدرت بيان اعتذرت فيه. في النهاية يا جماعة هي قالت أنا أغلقت تليفوني، جلست في حجرتي، طلبت من ربنا ينقذها من الأمر ده، واعتذرت مرة تانية. ونجل الشعراوي كان رد على أسماء منير وقال إن هي مضحوك عليها بعد هجومها على والدها على والده. الأول كان قبل الاعتذار، وبعد كده لما مع الضغط والناس فقال لك يعني إنه يعتبر إن هي يعني بدأ يقول بقى إن هي يعني مضحوك عليها والكلام ده كله. الموضوع زي ما شفتوا كده يا جماعة أخد منحنى كبير قوي. معرفش يا ترى هيستمر الفترة اللي جاية دي، ولا خلاص كده والدنيا هتخلص وهتطلع حاجة تانية. لكن يعني افتكروا ان انا كان قبل ما اعرض عليكم الموضوع ده كله كنت بقول لكم على ايه، على المركز اللي هو لمكافحة الارهاب، اللي هو اللي هيكون مركز هيجتمع فيه دول عربية، ومن مهامهم المهمة جدا جدا ان هم عايزين يغيروا طبعا الخطاب الديني. فربنا يسهل يا رب.